السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الجزائر ان وان في حصة جديدة من حصص الصراحة راحة. اليوم رانا متواجدين في حي ابن الطبي. هل بإمكان مواطن أن يذهب إلى البحر لقضاء عطلة صيفية للاستجمام رفقة عائلته وأولاده؟ مرحبا بكم، أنا سكان في مدينة مقرى، والعطلة السنوية نتاعنا كباقي الناس نحاولوا كيفاش نبرمجوا اسبوع او اقل في البحر ان شاء الله. راك تشوف مع الاغلام عملنا، انا ديجا اتصل درت اتصالاتي باش نروح عقب اربع ايام، راح تسقام بواحد 3 ملايين والله 3 ملايين ونص، والحمد لله يعني راني بسيارتي، والباقي راني في مدينه مقرى والله ندي للاولاد. الحمد لله واخيرا داروا هذاك البارك تاع الحضنه باي، تسمى ما يستغامش غالي بزاف باش واحد يدي الاولاد بعد العصر وقريبه ثم تقدر تروح تمشي مادام نسكن في المدينه تاع مقرى. يعني الحمد لله مي باش يخزر الانسان باش تروح للبحر وتروح منه ماديا ما تقدرش. طيب رب العائله اذا كانت عنده العائله مثلا اربعه خمسه سته وعنده الشهريه 3 ملايين، انا نظن رب العائله اذا كان عنده فوق النفرين كما نقولوا، سما المدام نتاعو وزوج اولاد 5 ملايين ما تكفيش باش يعيش، مش باش يروح يدير استجمام، باش يعيش ما يقدرش. كون يطيح له واحد مريض ولا يطيح له فاتوره تاع تريسيتي زايده ولا حاجه ما يلقاش روح، ربي يكون معاه وخلاص. وين تاخذي العطله تاعك في الصيف؟ هنا ما كانش من الطبي، يعني تصل وتجول في ابن الطبي وغيره. من الطبي بو حمدو، زوج كلمات هذه هي. ربي يوفقك. شكرا، ربي يبارك في خويا ان شاء الله. الله يعطيك الصحة. وين تاخذي العطله الصيفيه نتاعك؟ نقضيها في الخدمه والبحر وهذه هي. يعني تروح للبحر هذا؟ نروح للبحر، نروح ان شاء الله. واش من وجهه ان شاء الله تتجه لها؟ ان شاء الله بجايه ولا وهران ان شاء الله، نروحوا لبعيد. خلي يكمل هذا. هذه هي ما الاجره، عندك اجره ولا ما كاش؟ ها اجره ما عنديش. ما بطال يسمى طالب بطال يعني. بطال بارك هو. راك تتمنى ان شاء الله تروح للبحر؟ ان شاء الله، لا لا ان شاء الله نروح للبحر، هذه مش حاجه بعيده، وانما الواحد نحوس نديروا تاويل ونديروا مستقبل، وهذه يعني الواحد راه يبازي عليها من الصغر. صح يا سيدي، نتمنى لك رحله ان شاء الله يا ربي. تحب تروح معنا رحله؟ نروحوا نروحوا والله، نروحوا من عندي ثاني تستاهل. تروح للبحر ولا ماكش؟ انا انت يا وليدات كل عائلة تاعك. إيه لو كنا نلقاو على لا يعني الجيب ما كاش؟ طبعا صحيت. بالنسبه للراتب الشهري، احنا الجزائري بصفه عامه راهم يخدمونا في خدمه النجار، ينح في الطول ويزيد في العرض او العكس. قد حرمتمونا من التساؤل فما بالنا بالتفاؤل. طيب كيفاش تقدر تشرح عليه؟ ها اشرح له. لانه التساؤل يعني بين البنين وما كانش، وكيف احنا راحين نتفائلوا يا سيدي؟ تفائلوا خيرا تجدوه. لا لا لا، هما اللي حرمونا. طيب. انا واش قلت لك؟ لقد حرمونا من التساؤل. كاين ناس الخير بالتفاؤل. كاين ناس الخير ممكن يسلكوا لك تروح للبحر. طيب وليداتك؟ لا يكثر خيرهم، انا الناس الخير يكثر خيرهم الكل. ونقول ونزيد نقولها ونزيد نعاود نقولها، اللي يقول في الجزائر ما كانش الخير هو في ذاته ما فيش الخير. بون حنايا واش راح نقول لك؟ الحمد لله يا ربي، رانا خدامين على برا كما يقول لك، الحمد لله يا ربي. نقدروا نبحروا، نقدروا نديروا عطله صيفيه، نقدروا نديروا كلش. مادام كاين الخدمه ومتوفره الخدمه الحمد لله. هذه اللي نقولها لخويا. ودرت عطله تاعك ولا مازال؟ الحمد لله. انا وليد بومرداس. الله يبارك. سي فرصة اللي راني لله، الله يسترك. سمع المسيلة اللي هنا تقريبا يروحوا لبومرداس، تقريبا يروحوا لبومرداس ولا الفجاية. تقدر تقول، تقدر تقول الأكثرية، الأكثرية كاين بومرداس وكاين جيج. أنا عندي لي شي أسرة ما عنديش بوان ندير من البحر، قالوا لي يدينا مع الدواء 1000 ما نسألهاش. نخدموا بصح حبسة الخدمة، ما كانش تجارة، ما كانش الخدمة، ما كانش. كلش زاد. ما كانش راه حبسة كلش، كلش زاد. بوان نديهم من البحر والله ما ديتهم. قالوا لي ادينا اقل حديقه والله ما نسعب ونديهم. هذا يعني رغم انك موظف والله تاجر، ومع هذا فان الراتب الشهري لا يسد رمق قوت العيش. ما كانش ايه ما كانش. لا الماكله ومش احنا نلحقوا بها، الماكله ومش احنا عدنا نسلفوا بها ناكلوا. هاني نخدم، هاني خدام داير طرحه بصح ما كانش الخدمه. ما كان لا عمل لا والو. تجاره كل هم كل هم هذا، وتجار معايا، هذا تاجر معايا، هذا تاجر معايا.
الكره راه تجي اخويا ربي يوفقك ان شاء الله سبحان ما تبخلش الاولاد ان شاء الله حاول تسر شويه باي ربي كيعود كيعودوا كاين الفرين كتندهم السلام عليكم السلام رحت للبحر ولا ما رحتش ما رحتش علاش ما رحتش ما كاينش الخدمه خدمه حابسه طيب واش يخدم البويك واش يخدم ما قاعد بطال ما يخدمش ما يخدم طيب واش تطلب من المحسنين يعاونوا راك حاب تروح للبحر هكذا راك تعايا المحسنين اطلب من المحسنين يعاونوك باش تروح للبحر اعطيني الاسم واللقب تاعك طيباوي ايوا سامي تطلب من المحسنين ايه روح طيب كيفاش اسمك وائل كيفاش طيباوي اذا طيباوي وائل ما عندوش بوي وزوالي لا غلب وحاب يروح للبحر المحسن كاش ما محسن ولا حاجه يتكفل به على الاقل يشوف البحر ما شافوش خلاص هل بامكانك قضاء عطله صيفيه في شواطئ بومرداس ولا العاصمه ولا في اي شاطئ من شواطئ الجزائر طيب الراتب تاعك الشهري يكفيك ولا بالنسبه لي انا ما نقدرش عندي 15 خدمت 30 سنه وما حسبوليش العامين تاعو الجيش هذا ثاني فيهم اشكاليه ما نقدرش ندي العائله نتاعي ونروح ممكن نروح وحدي نعقب ايامات ونجي لكن لازم تدي معك مع اولادي ما نقدرش لان الجرني تاعي ما يكفينيش انا راه عندي زوج اولاد وبطال وباه نديروا عطله صيفيه في السواحل تاع ولايه الجزائر لازمنا نهار واحد تقريبا 50 دينار 1000 دينار من 500 الف مليون يعني نهار واحد في حس هنايا راك تقول لي موظف نهار واحد ما يكفيكش ربما راتب شهر كامل باش يدير لك رحله ليوم واحد ليوم واحد وثانيا للاولاد في ولايه المسيله لازم لهم نطلبوا من السلطات المعنيه وسيد الوالي ووزاره السياحه ومنا توفرنا مجانا النقل فقط عندك ربع اولاد وانت يا 500 الف وزيد تاكل 500 في الشط وفرنا طايح مليون والراتب الشهري ما كانش كاين اللي عنده راتب شهري من 2 ملايين 3 ملايين ما يقدرش لازم من 5 ملايين الى 10 ملايين باه يقدر يعقب عطله صيفيه في ولايه الجزائر طيب وليداتك راهم يقول لك نروحوا للبحر يومي كل خميس كل جمعه طيب علاش ما ديتهمش؟ احنا بعيده على الاقل بعيده عن البحر على الاقل 300 400 كيلو قد ايه الفياج؟ هاي احنا في ثلاثه قد ايه الفياج؟ 50 هاي 200 رايح 200 جاي 400 الف سما 400 نحاها من الشهريه قد ايه ولات سما تبقى لي 14 تبقى لي 16 ومن بعد 16 عيش بها فاهم روحك شي منها باطا شما قارو قهوه الصباح قهوه العشوه فاهم روحك اي خلينا من هذيك هذيك كنهضروا عليها هذيك كنهضروا عليها نعقبوا كل هذيك يا شويه هذيك ديما على الاقل دير لها حسابها تعرف تسلك بشويه وخلاص هذا هو هذا هو البيت القصيد الزوالي ما يروحش البحر الناس اللي عندها تروح اللي ما عندوش ما يروحش الزوالي ممنوع عليه الذهاب الى البحر ماديا ممنوع عليه مره قد ما يدير الحساب تاع العيد احنا ما جينا نعيدوا بالذراع وتقول لي احنا خروف تاع عيد خلعنا نروح للبحر يهم المحال هذه سعيده ب 5000 يا مش انا سعيده انا ندي يا وانا كنعود رايح ندي معي زوج قلع ولا ثلاث قلع من دار لهنا شي سعيده 500 هاتي 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 اللي الفايج يكون رخيص برك فين نروح هذا مكان وشكرا كما شاهدتم معنا متتبعي قناة الجزائر ان وان في موضوع اليوم الذي خصصناه في قضاء عطلة صيفية في شواطئ الجزائر العاصمة نلتقي إن شاء الله معكم في حصة أخرى سلام